الحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه، وهو يتعلق او اورده البخاري رحمه الله في الاغتسال بالصاع ونحوه، الاغتسال بالصاع ونحوه. ويروي محمد بن علي بن حسين وهو الباقر رحمه الله انه كان وابوه عند جابر رضي الله عنه وارضاه، وابوه علي بن حسين بين العابدين، فعنده قوم يعني عند جابر رضي الله عنه، فسالوه عن الغسل، عن الغسل، فقال يكفيك صاع، فقال يكفيك صاع، يعني هذا الذي ساله رجل من القوم فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه وأرضاه يعني بين الذي عرفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يغتسل بالصاع. ولما قال له يعني هذا الرجل، جاء في بعض الروايات أنه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء في بعض الروايات كما سيأتي بعد ذلك أنه الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، يعني أبوه المشهور بابن الحنفية، محمد بن الحنفية. يعني فالحسن هذا هو الذي قال لجابر ما يكفيني، فقال أنا يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أراد بهذا أن يغلظ عليه في القول، حيث يعني قال إنه لا يكفيه، مع أن هذا المقدار كان يكفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان كف الشعر، فأرشده إلى أن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الإسراف يعني في الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا جاء عنه الاغتسال بالصاع، وجاء عنه الزيادة عن الصاع كما مر في كتاب الوضوء، وأكثر ما ورد الفرق وهو يسع 3 آصع. قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. وهذا يعني يشعر بأنه سأل أو أنه سؤال بمقدار الماء، ولهذا قال يكفيك صاع، ثم قال ثم أمنا في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه أمهم في ثوب، يعني في ثوب واحد الصلاة، يعني في الصلاة، نعم، يعني أمهم في الصلاة في ثوب واحد. فقد جاء في بعض الروايات يعني أنه كان يعني على المشجب ثوب آخر، فسأله قال تصلي ويعني وعندك هذا على المشجب، قال أردت أن يراني أحمق مثله، يعني حتى يبين أن الصلاة في ثوب واحد جائزة، وأنه ليس كل واحد يجد ثوبين ويملك ثوبين. ثم قال ثم أمن في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. وهذا ال عن ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. يعني هذا الحديث يعني هو من مسند ابن عباس، يعني كما يرويه أبو نعيم شيخ البخاري، هو الفضل بن دكين أبو نعيم
النعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وهو من متقدم أصحاب ابن عيينة الذين رووا عنه، الذين رووا عن ابن عيينة، وكان يعني روايته على أساس أن المتن من مسند ابن عباس، وهو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة أنهم كانوا يغتسلون من إناء، أنهم كانوا يغتسلون من إناء، يعني هو من مسند ابن عباس. ثم يقول البخاري رحمه الله: وكان ابن عيينة أخيرا يقول عن ابن عباس عن ميمونة، والصواب ما رواه أبو نعيم، يعني معناه أنه عن ابن عباس فقط، وأنه من مسند ابن عباس وليس من روايته عن ميمونة. ووجه ترجيح البخاري رواية أبي نعيم على رواية غيره أن أبا نعيم ممن روى عن ابن عيينة في زمن مبكر، قالوا والراوي إذا روى عن الشيخ يعني في زمن مبكر يعني يكون أولى ممن روى عنه في زمن متأخر لاحتمال ما يطرأ عليه من السهو والنسيان والخطأ، فالذي روى عنه في أول الأمر تكون روايته أفضل وأولى ممن روى عنه في زمن متأخر. هذا هو الوجه الذي رجح الإمام البخاري فيه رواية أبي نعيم على رواية غيره، وفيها أن الحديث من مسند ابن عباس. وأما غيره الذي أشار إليه البخاري يكون ابن عيينة أخيرا كان يقول عن ابن عباس عن ميمونة، يعني معناه أنه من مسند ميمونة، وأنه من رواية ابن عباس عن ميمونة وليس من رواية ابن عباس يعني ومن مسنده. وبعض العلماء يرجحون هذا الذي لم يرجح البخاري، وهو كونه من مسند ميمونة. قالوا لأن الذين رووا هذا كانوا أكثر، فإذا تكون روايتهم أرجح. وأيضا أن قضية الاغتسال وما يتعلق بالاغتسال هذه من الأمور التي يطلع عليها النساء، وابن عباس يعني يأخذ ذلك بواسطة خالته ميمونة، يعني فرجحوا رواية من جعلوه من مسند ميمونة من جهة أن الذين رووا عن ابن عيينة أكثر، وكذلك أيضا يعني من ناحية المعنى، وهو أن غسل الجنابة وكيفية غسل الجنابة من الأمور التي تطلع عليها النساء، فإذا ميمونة هي التي تطلع على ذلك، وما كان عند ابن عباس فهو إنما يكون من خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذا رجح البخاري رواية أبي نعيم لكونه من متقدم الذين أخذوا عنه في زمن مبكر عن ابن عيينة، وغيره رجح يعني رواية غير أبي نعيم على رواية أبي نعيم لكثرتهم، ولأن هذا من ناحية المعنى مما تطلع عليه النساء، وابن عباس إنما يأخذه في الغالب عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع. وأحب أن أنبه على شيء يعني في الدرس الماضي، وهو عند الحديث الذي فيه دفع السواك إلى الأكبر، وكان البخاري علقه عن عفان، وأنا قلت في الدرس الفائت أن البخاري يروي عن عفان بواسطة، وهذا خطأ، فإن عفان يروي عن البخاري بغير واسطة ويروي عنه بواسطة، والذي روى عنه بواسطة هو الإمام مسلم رحمه الله، فإنه لم يروي عنه إلا بواسطة عن عفان، وأما البخاري فروى عنه أحاديث بغير واسطة، ولكنه روى عنه أحاديث كثيرة بواسطة. فقولي في الدرس الفائت
أن البخاري إنما يروي عن عفان بواسطة بغير واسطة، إنما يروي عنه بواسطة، يعني هذا كلام يعني خطأ. والصحيح أنه روى عنه أحاديث بواسطة وروى عنه أحاديث بغير روى عنه أحاديث بغير واسطة مباشرة وروى عنه بواسطة. أما مسلم رحمه الله فهو الذي روى عنه بواسطة ولم يروي عنه بغير واسطة، وهو يعلق عن شيوخه وعن غير شيوخه، وهو يعلق عن شيوخه وغير شيوخه. هذا شيء أحببت التنبيه عليه، تقدم في الدرس الفائت وذكرته هنا بمناسبة أبي نعيم، وأنه من كبار شيوخ البخاري الذين يعني رووا عن ابن عيينة في زمن مبكر. وابن عيينة كان يعني روى عن الزهري، والزهري مات سنة 124، وكانت وفاة ابن عيينة في حدود 197، حدود 197 يعني وفاته، يعني معناه أنه أدرك الذي مات في سنة 124 وروى عنه، وروى عنه كثيرا أيضا، روى عن الزهري، وكانت وفاته 124، يعني معناه أنه يعني ابن عيينة متقدم يعني في الرواية. إذا كان أبو نعيم يعني ممن روى عنه في زمن مبكر، وفي يعني هو متقدم من روى عنه، يعني معناه أنه يعني متقدم في الرواية. فيعني أنا ذكرته بالمناسبة الآن، بمناسبة هذين الشيخين عرجت على ذاك حتى أصحح الخطأ الذي مر بالأمس. عندنا مختلف النسخ، النسخ عندنا هنا مختلفة في زيادة. ثم إيراد هذا الحديث في باب الوضوء بالصاع ونحوه ليس فيه شيء واضح يدل عليه، يعني ما في ذكر الصاع ولا ذكر غير الصاع. بعض الروايات صح، ليس فيه ذكر الصاع ولا ذكر غير الصاع. والحافظ ابن حجر لما شرح يعني ذكر الإشكال يعني من ناحية إرادة في هذا الباب، وقال إن وجهه أن قوله ونحوه أنهم كانت أوانيهم صغيرة، يعني معناه يعني ونحو الصاع، يعني سيكون هذا الإناء الذي اغتسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه يعني يدخل تحت قوله ونحوه، يعني ونحو الصاع، لان اوانيهم في الغالب صغيرة. فهذا هو وجهه كما يقول الحافظ بن حجر يعني في يعني ادخاله تحت الاغتسال بالصاع ونحوه، لانه ليس في ذكر الصاع. وفي النسخة التي هي موجودة في فتح الباري او موجودة مع فتح الباري، هذه النسخة التي من فصح البخاري والتي هي موجودة ضمن فتح الباري فيها عبارة، وهي قوله وقال بهز وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع. والحافظ بن حجر ما عرج عليها، لأنها لو كان في شيء من الروايات أن هؤلاء يعني رووا يعني لكان ما هناك إشكال في إرادة الحديث في هذا الباب. ثم أيضا شعبة لا وجود له في هذا الإثنان، فيبدو أن ذكر هذه الجملة جاءت من الحديث السابق الذي مر، الذي حديث عائشة الذي فيه عبد الصمد يروي عن شعبة نحو صاع، ثم قال البخاري وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع، لأن هذه الجملة هي تتعلق بذاك الحديث وهي الذي فيه شعبة، فيمكن بعض النساخ أخطأ ونقلها في هذا المكان، لأن أول شعبة لا وجود له في هذا الإسناد، شعبة لا وجود له في هذا الإسناد. ثم أيضا الحافظ بن حجر يعني الجماعة الذين تكلموا على وجه إرادة الحديث في كتاب في الاغتسال بالصاع ونحوه، لو كان عندهم قدر صاع ما احتاجوا إلى أن يبحثوا عن مطابقة الحديث للترجمة، لأن لو كان في بعض الروايات قدر صاع انتهى الإشكال، يعني جاء المراد،
ولكن يبدو أنه حصل خطأ من بعض النساخ فنقل تلك الجملة التي جاءت في حديث عائشة إلى هذا المكان الذي لا تصلح فيه، المكان الذي لا تصلح فيه، من جهة أولا أن عائشة لأن شعبة لا وجود له في هذا الإسناد، ومن جهة أن العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر أشكل عليهم إيراد الحديث في كتاب الوضوء بالصاع ونحوه، وصاروا يتلمسون، والحافظ ابن حجر قال يعني الأواني كانت صغيرة فإذا يدخل تحت قوله ونحوه، يعني ونحو الصاع، ولو كان هذا موجودا ما احتاجوا أن يبحثوا عن مناسبة الحديث الترجمة. فالذي يبدو أنها انتقلت خطأ من مكان إلى مكان آخر. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرت قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. هذه الترجمة يعني في تتعلق بالإفاضة على الرأس يعني ثلاثة، ثلاث غرفات. وكما عرفنا الإمام البخاري رحمه الله يورد الحديث أو يورد الأحاديث ليستدل بها على جزئيات، جزئيات الاغتسال كما فعل بالنسبة للوضوء، فإن هذا من جملة فعل الاغتسال، ومن جملة الاغتسال أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. وقد مر في الحديث أنه يعني أدخل يديه أصابعه في الإناء ثم دلك بها أصول شعره ثم أفاض عليه ثلاثا، يعني على رأسه ثلاثا. فهذا فيه الاستدلال على أن الرأس يعني يفاض عليه الماء ثلاثا. وقد جاء في الحديث الأول في الحديث الذي مضى أن يسلم يعني وضع أصابعه في الماء ثم دلك بها أصول شعره شعر رأسه ثم أفاض عليه. هذا يدلنا على أن الرأس يعني يعتنى به عند الاغتسال حتى يصل الماء إلى أصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه ثم يفيض الماء عليه ثلاثا كما مر في الحديث. وهنا ترجم البخاري هذه الترجمة وأورد حديث جبير بن مطعم يقول فيه إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. وقوله أما يعني جاء في بعض الروايات يعني ما يوضح المقصود، لأن أما تفصيلية فيها تفصيل، وذلك أن يعني جماعة يعني تماروا عنده وقال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل كذا وكذا، أما أنا فأفعل كذا، ليبين أن هذا هو الحق وأن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه عليه الصلاة والسلام. ففيه الدلالة على يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات أو ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على سائر الجسد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وهذا الحديث هو يعني من جملة الحديث الذي مر والذي فيه يعني كون يعني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين وأبوه كانوا عند جابر وعنده جماعة، يعني هذا من جملة ذلك الحديث، إلا أنه أورده هنا من أجل يعني هذا المقطع أو هذه النقطة وهي الإفراغ على رأسي ثلاثة. يعني والبخاري كما هو معلوم يورد الحديث ويفرقه على مواضع ليستدل به على جزئيات من مسائل الفقه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن أني رجل كثير الشعر فقلت نعم. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وهذا الحديث يعني فيه
أن جابر يعني فيه الإشارة إلى الذي سأل أو الذي قال إنه ما يكفي يعني صاع. وهنا يعني فيما يتعلق بالشعر وكثرته وغفله ففيه يعني الإشارة إلى هذا الشخص الذي قال لجابر ما قال ورد عليه بأن هذا كان يكفي من هو خير منك ومن هو أكثر شعرا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن الحديث الأول يعني كان أنهم كانوا معه وأنه سئل وأنه قال لحضرتهم، وأما هنا أخبره جابر إخبار، فكأن هذه غير يعني هذا غير هذا، لأن ذاك حوار حصل بحضرته وكان الكلام على مقدار ما يكفي فقال هناك يكفيك، وأما هنا في كيفية الغسل وكيفية غسل الرأس، وهذا فيه إخبار من جابر لمحمد بن علي بن حسين أنه قال له، ويشير إلى يعني ابن عمه الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب الذي هو ابن الحنفية، لأن أبوه محمد بن الحنفية الذي محمد بن علي بن أبي طالب. وفيه يعني أن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وأن الأصل هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المستقر عن الصحابة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع وأنه يقتدى به، وأنه يعني يحذر من الزيادة أو التنطع أو الوسوسة الذي يعني به الإنسان يعني يتجاوز السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الورعين وهو إمام المتقين وكان يكفيه الصاع، فإذا يعني يكفي سائر الناس. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال باب الغسل مرة واحدة. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذه ترجمة تتعلق بالوضوء بالغسل مرة واحدة، يعني معناه كونه يفيض الماء على جسده مرة واحدة، وهذا أخذه من قوله ثم أفاض على سائر جسده، يعني معناه مرة واحدة، لأن لو كان في تكرار لبين، فدل هذا على أنه حصل مرة واحدة. في هذا الحديث يعني بيان ما تقدم من أن غسل الفرج يكون قبل الوضوء، كما تقدم يعني ذكر غسل الفرج يعني كان بعد يعني بعد أن يعني بدأ في الوضوء، وتقدم هناك أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأنها يعني هناك تقديم وتأخير، لأن الفرج يبدأ به قبل الوضوء. وهنا فيه بيان تفصيل، لأنه يعني أول غسل يديه ثم أفرغ على شماله وغسل مذاكيره، يعني معناه يعني ذكره وما حوله، يعني ذكره وما حوله. وقد تقدم هناك يعني ذكره وما أصاب من أذى، قول هناك وما أصاب من أذى جمع هذا كله تحت قوله مذاكيره، لأن المقصود بذلك ذكره وما حوله من الأنثيين وغيرهما مما هو حول الذكر مما أصابه شيء من القدر. يعني فهذا يدل على أنه يعني يكون على هذه الكيفية، وأن غسل الفرج وما حوله وغسل الذكر وما حوله يعني يكون في البداية، ثم بعد ذلك يتوضأ يعني الوضوء للصلاة. ومحل الشاهد من هنا حديث ميمونة، وقد تقدم يعني كونه يعني أفرغ على جسده مرة واحدة، هذا يدلنا على أن الغسل يكفي فيه المرة الواحدة بشرط استيعاب جميع أجزاء الجسد، شرط استيعاب جميع أجزاء الجسد، وهذا هو الغسل المجزئ، وهو إفاضة الماء على سائر الجسد يعني بحيث يستوعبه من أوله إلى آخره، هذا هو الغسل المجزئ والمستحب والذي
يعني ينبغي هو أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء أولا ثم بعد ذلك الاغتسال آخرا. فيه زيادة ثم فيه زيادة ثم مسح يده بالأرض. نعم مسح يده بالأرض يعني بعد ما غسل مذاكيره مسح يده بالأرض يعني حتى يذهب الشيء الذي علق بها. بالنسبة إذا توضأ وضوءا خفيفا عند الغسل ولذا توضأ وضوءا خفيفا يعني قبل الغسل نعم قبل الغسل ما في بأس الشيخ إذا لم يتوضأ واغتسل مباشرة هل هو العلماء قالوا أنه يجزي الاغتسال عن الوضوء ولكن الظاهرية هو أبو ثور وغيرهم قالوا بوجوب الاغتسال قبل الوضوء والذي ينبغي أن الإنسان يحرص على يعني فعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو المعروف عنه وهذا هو المروي عنه. هل يصلي بهذا الوضوء؟ نعم هل يصلي؟ إذا فعل هذا يصلي. الشيخ قوله وقال عفان نعم هل يعتبر هذا من قبيل التدريس إذا سلم منه؟ لا ليس من قبيل ليس من قبيل التدريس لأن هو من قبيل التدريس فيما يعرف بالتدريس لا. وأما البخاري ما حد قال المدلس لا إذا كان أنه يعني عدم التدريس لأن هنا شيخ وأثان شيخ وأثان نعم لماذا يعلق؟ أنه معلق بس أحيانا يعلق عن شيوخه واحيانا ايضا يعلق به ويقول قال لنا كلمه لنا هذه ما تحتمل الواسطه كلمه لنا اذا جاءت لا تحتمل الواسطه واحيانا يعلق عن شيوخه فيقول قال بدون لنا لماذا طيب السبب ما هو يعلق عن شيوخه لماذا لو كان العلماء قالوا يعني ان الذي يعلقه عن شيوخه يعني معناه انه يعني يكون اقل مما يصرح عنهم بالسماع يكون اقل والحافظ بن حجر يقول كما سبق أن مر بنا عند وأشرت إليه عند المناولة عند المناولة وعند العرض وإجادة المناولة المناولة قال أن يعني أنه بعض العلماء قال إنما يقول به البخاري قال لنا يكون مناولة قال والحافظ بن حجر وهذا ليس بصحيح لأنني استقرأت صنيع البخاري في صحيحه ووجدته يقول وجدته في هذا الذي يقول في صحيحه قال لنا يقول في خارج الصحيح حدثنا يقول عنه في خارج الصحيح حدثنا يعني هذا يشعر بأنه أقل عنده ولكنه أحيانا يعني يعلق اختصارا لأنه أتى به في مكان آخر يعني مسندا أحيانا هكذا يكون. السلام عليكم كلمة جلد من سلام من أحد الأخوان من الجامعة تشريفا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل قال وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال باب الوضوء قبل الغسل.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله أورد قبل هذا الكتاب اللي هو كتاب غسل كتاب الوضوء، وميز بين الوضوء والغسل بجعل كل منهما في كتاب مستقل، حيث ذكر أولا كتاب الوضوء ثم ذكر كتاب الغسل، ويجمعهما جميعا كتاب الطهارة كما يفعله بعض العلماء، يعني يجمعون بين هذه يعني الأمور فيقوم كتاب الطهارة. والإمام البخاري رحمه الله جعل أبواب الوضوء مستقلة تحت كتاب، وكتاب الغسل مستقل، ذلك أن الوضوء هو الطهارة الصغرى أو الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأصغر، والغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، فجعل لكل كتابا مستقلا. وبدأ بكتاب الوضوء الذي هو لا بد منه دائما وأبدا، لأن الإنسان كلما أحدث وأراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن من المصحف أو غير ذلك فإنه يتوضأ، وهذا شيء عام، يعني عام للناس جميعا، فمن أجل ذلك بدأ به وقدمه على غيره، ثم أتى بكتاب الغسل لأنه ليس عاما كالذي قبله، ولا يحصل من كل أحد، ولا يحصل في كل وقت، وإنما يحصل في أوقات دون أوقات. فبدأ بكتاب الوضوء ثم ثنى بكتاب الغسل، والغسل هو الاغتسال. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله آيتين قبل الأحاديث التي أوردها وقبل الأبواب التي أوردها، أورد آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما إيجاب الغسل على من كان جنبا، فذكر آية المائدة وقدمها على آية النساء، ويقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم أتى بآية النساء ويقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقدم آية المائدة وأخر آية النساء، لأن آية المائدة فيها إجمال من ناحية أنه ذكر الطهارة وما حددها، وأما بالنسبة لآية النساء فإنها نصت على الاغتسال. يعني ترتيب البخاري لإيراد الآيتين لأنه ذكر اللفظ المجمل الذي فيه الطهارة وليس فيه النص على الاغتسال، ثم أتى بالآية الثانية التي فيها النص على الاغتسال. والطهارة تأتي بمعنى الوضوء وتأتي بمعنى الاغتسال، وهنا المراد به الاغتسال وليس المراد به الوضوء، والآية الثانية اللي هي آية النساء نصت على ذلك. وقد جاء أيضا ذكر الاغتسال في حق النساء الحيض عندما يطهرن، حيث قال الله عز وجل لا تجدن النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فإن قوله يطهرن يعني ينقطع الحيض عنهن، ثم قوله فإذا تطهرن يعني فسلن. فالطهر هو انقطاع الحيض، والتطهر هو بالاغتسال بعد انقطاع الحيض. لهذا إذا انقطع الحيض ولم تغتسل لا يجوز للإنسان أن يأتيها، لا الإنسان يأتي المرأة حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. التطهر فأتيانهن بعد انقطاع الحيض وبعد الاغتسال الذي يكون بعد انقطاع الحيض. فإذا يتطهرن بمعنى يغتسلن، والطهروا في الآية التي معنا ويقول إن كنتم جنبا فاتطهروا يعني اغتسل، لأن الآية الثانية بينت المراد من ذلك، والسنة بينت ذلك بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في أحاديث كثيرة. والغسل كما عرفنا هو معناه الاغتسال، لكل الإنسان يغتسل، وحقيقته كون الإنسان يجري الماء على جميع جسده، يعني يجعل الماء يأتي على جميع جسده، هذا هو الاغتسال. ثم تمييز ما يحصل من العبادات وتمييز العبادات عن العادات إنما هو بالنية، لأن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض هو عبادة وهو شيء واجب، ولا بد فيه من النية، بحيث الإنسان يعني ينوي أنه يغتسل من الجنابة لتزول عنه الجنابة، وكذلك المرأة من الحيض تغتسل. فتمييز ما يكون من العادات الذي يكون للتبرد مثلا، والإنسان يعني يتبرد يغتسل تبردا، أو يعني يغتسل يعني غسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض، التمييز بين هذا وهذا يكون بالنية. والعبادات لا بد فيها من النية، كما أن الوضوء لا بد فيه من النية، فكذلك الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض لا بد فيه من النية. ثم الإمام البخاري رحمه الله أورد بابا وهو قوله باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وهذا يتعلق بكيفية الوضوء، الكيفية التي هي أكمل والتي هي أفضل والتي ينبغي أن تفعل، يكون الإنسان يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم بعد ذلك يحصل الاغتسال بعد الوضوء. فالإمام البخاري ترجم أول ترجمة فقال باب الوضوء قبل الغسل، وجمهور العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل، وبعضهم قال بوجوبه قبل الغسل، يكون الإنسان عندما يريد أن يغتسل. منهم من قال وهم جمهورهم الاغتسال مستحب، فلو لم يفعل فإنه يجزئه أن يجري الماء على جميع جسده ولو لم يتوضأ قبل ذلك، جمهور العلماء قالوا بهذا. وبعض العلماء وهم قليلون قالوا إن الاغتسال قبل الوضوء واجب لا بد منه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه عندما يعني شرع في الاغتسال وأراد الاغتسال، غسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني غسل يديه، يعني يبدأ بغسل يديه، وذلك بأن يفرغ عليهما إذا كان الماء في إناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
كان يفرغ على يديه سواء كان قائما من نوم الليل أو في غير ذلك، كما جاء في الحديث الذي مرت في كتاب الوضوء أنه كان يفرغ يعني على يعني يدي على يده ثم يعني يغسلهما جميعا، يعني يفرغ بيد على يد ثم يجمع الماء بهما جميعا فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يعني كان هذا التعبير بكان تشعر بالمداومة والاستمرار على هذا، وأن هذا من عادته ومن عمله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أن يبدأ بيديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كما كان يتوضأ للصلاة ويغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء كذلك يفعل عندما يريد الاغتسال، أو يتوضأ هذا الوضوء الذي يسبق الاغتسال، فإنه كان يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ وضوءه للصلاة التنصيص على قوله وضوءه للصلاة حتى يخرج الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن الوضوء في اللغة هو النظافة، وأما في الشرع فهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين على الهيئة المخصوصة بالترتيب والموالاة، يعني هذا هو الوضوء الشرعي. فقوله وضوءه للصلاة يعني معناه أنه يتوضأ الوضوء الذي يفعله إذا أراد أن يصلي، الوضوء الذي يفعله إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ هذا الوضوء، كان هذه عادته وكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل بها أصول الشعر، في هذا دليل على أن الإنسان عندما يغتسل من الجنابة فإنه يخلل الأصول، يعني حتى يصل إليها الماء، حتى يصل الماء إلى أصولها، كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يصب على رأسه ثلاث ثم غرفات. يصب على رأسه ثلاث غرفات، يعني بيديه يصب عليه ثلاث غرفات، يعني كان يخلل الأصول ثم يصب عليه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جسده كله، يعني يستوعبه بالغسل ويستوعبه بإجراء الماء عليه. والاغتسال لا بد فيه من إتيانه لجميع جميع أجزاء الجسد من أولها إلى آخرها، ولكنه يبدأ بأعضاء الوضوء ويتوضأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان من عادته أنه إذا توضأ يفعل ذلك. وفي حديث عائشة هذا حيث قالت وضوءه للصلاة أنه يفرغ من الوضوء قبل أن يفيض الماء على سائر جسده، يعني أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال وقبل إجراء الماء على سائر الجسد. وقد جاء في أحاديث أخرى عن ميمونة أنه كان يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال، بعد الفراغ من الاغتسال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة لاختلاف هذه الأحاديث التي وردت، فمن العلماء وهم جمهورهم قالوا بأنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الغسل، أخذا بما جاء في حديث ميمونة الذي فيه التفصيل، وعائشة ليس فيه تفصيل وإنما قالت وضوءه للصلاة. قالوا فيحمل قوله وضوءه للصلاة على المعظم، معظم الوضوء يكون قبل الاغتسال، وأما غسل الرجلين فيكون بعد الاغتسال كما جاء في حديث ميمونة. وبعض العلماء قال إن كانت الأرض التي يغتسل بها نظيفة فإنه يغسل الرجلين قبل الاغتسال، وإن لم تكن نظيفة فإنه يتحول إلى مكان آخر ويغسلهما. ومن العلماء من قال بترجيح ما جاء في حديث عائشة من تقديم الوضوء كله
بما في ذلك غسل الرجلين على الاغتسال، والأمر في ذلك واسع. يعني حديث يعني عائشة يدل على فعل ذلك قبل الاغتسال، حديث ميمونة يدل على فعله قبل فعله بعد الاغتسال. ثم من العلماء أو جمهور العلماء قالوا بأن الدلك ليس بواجب وليس بلازم، لأن يدلك الإنسان جميع الجسد. ومن العلماء من قال بالدلك، وأن الإنسان عندما يغتسل يدلك جميع جسده، وليس هناك نص يدل على الدلك وعلى أن الإنسان يمر بيده على جميع جسده، وإنما الذي ورد أنه كان يفيض الماء على سائر جسده يفيضه عليه، والإفاضة هي السيلان، يعني يسيله عليه ويصبه عليه بحيث يستوعبه، ولكن لا يلزم أن تمر اليد على كل موضع من الجسد بحيث يدلك باليد كل جزء من أجزاء الجسد. جمهور العلماء قالوا لا يلزم الدلك وليس بواجب، وبعض العلماء قالوا بوجوبه، والأظهر عدم الوجوب لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ولأن يعني حصول الدلك وغسل امرار اليد على جميع الجسد يعني فيه مشقة، وما جاء شيء يدل عليه بحيث أنه يكون لازما ومتعينا بأن الإنسان يمر يده على كل جزء من أجزاء جسده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. وهذا طريق من طرق حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها الذي يرويه عنها ابن عباس وهي خالته وابن أختها، لأن أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث، فهو يروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل قالت توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وهذا فيه تفصيل لأنها تبين بأنه توضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين، فإنه أخر غسلهما، ثم وغسل فرجه، وهذا فيه تقديم وتأخير، لأن الغسل بالفرج هو قبل الوضوء، والواو لا تقتضي الترتيب وإنما هي لمطلق الجمع، وغسل الفرج يكون قبل الوضوء لأنه عند الوضوء يحصل غسل الفرج إذا كان حوله شيء من الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ الإنسان، وغسل الفرج مقدم على الوضوء وعلى الغسل، ذلك لأن غسل الفرج يعني فيه إزالة ما حوله وما ترتب على الجنابة من آثار، يكون ذلك بإزالته فيبدأ به كما جاء مفصلا في بعض الروايات وكما جاء في هذه الرواية، إلا أن الرواية هذه يعني أخر فيها ذكر غسل الفرج، ولكنه ليس هذا محله، هذا يكون قبل، ثم أيضا الواقع يقتضي من ناحية أنه إزالة هذه الأشياء، ثم أيضا أن يكون الإنسان يعني لا يمس فرجه يعني بعد أن يعني يغسله وينتهي منه لا يرجع إليه ويمسه، وإنما
يعني يفيض الماء على سائر جسده، فإذا غسل الفرج مقدم لأن فيه إزالة القدر وإزالة الأشياء التي هي نتيجة للجنابة وآثار الجنابة. فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه، وغسل الفرج قبل الوضوء، غسل الفرج هو قبل الوضوء وليس بعده. ثم أفاض الماء على جسده ثم تنحى وغسل رجليه. وفي هذا بيان كيفية غسل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، يرويه ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها عنهما وعن الصحابة أجمعين. وفيه كما عرفنا التصريح بتأخير غسل الرجلين، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وبعضهم ذهب إلى ما جاء في حديث عائشة من أنه لم يذكر تأخير غسل الرجلين. تعيد الحديث. عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. قال: باب غسل الرجل مع امرأته. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب غسل الرجل مع امرأته. باب غسل الرجل مع امرأته، هذا الحديث أو هذا الباب الثاني من أبواب الغسل أو كتاب الغسل، يعني اغتسال الرجل مع امرأته. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تروي أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، يعني من قدح يقال له الفرق. وقيل في هذا الإناء الذي هو الفرق إنه يسع 3 آصر، وهذا هو أعلى مقدار ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما يغتسل به، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. يعني الفرق يعني مقدار 3 آصر، فهو أعلى مقدار. فهو الإمام البخاري رحمه الله أورده للاستدلال به على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وأن هي تأخذه ويأخذ، أنه لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فدل هذا على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، كما سبق أن مر في كتاب الوضوء ما يدل على توضؤ الرجل مع امرأته من إناء واحد. يعني هذا جاءت في السنة، وهذا جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الغسل بالصاع ونحوه. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجزي عن شعبة قدر صاع. وهذا يعني يتعلق بمقدار الإناء الذي يغتسل به، لأن يعني هذا الحديث يعني ذكره البخاري من طريق عبد الصمد عن شعبة، وفيه يعني نحو صاع، تعبير بنحو صاع، يعني الماء الإناء الذي أراد التغتسل به نحو صاع،
ثم ذكر البخاري أن ثلاثة ممن رواه عن شعبة وهم بهز يزيد بن هارون وبهز والجدي قالوا قد رخاع، يعني معنى هذا أنهم رواه مثل رواية عبد الصمد عن شعبة، إلا أنهم لم يعبروا بنحو وإنما عبروا بقدر، لم يعبروا بتعبير عبد الصمد في قوله نحو صاع وإنما عبروا بقدر صاع، ومؤدى الروايتين إلى شيء واحد وأنه شيء تقريبي لا تحديدي، وأنه شيء تقريبي لأنهم قالوا قدر صاع ونحو صاع يعني مؤداهما واحد، يعني معناه أنه شيء تقريبي وليس يعني شيئا تحديديا، يعني فدل هذا على أن الصاع هو مقدار ما يغتسل به. وقد جاء قد مر في كتاب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، صاع وأربعة أمداد، فكان يغتسل بالصاع وأحيانا يزيد إلى خمسة أمداد، هذا هو الذي مر يعني في كتاب الوضوء يعني في صحيح البخاري أنه كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أحيانا يغتسل بمقدار صاع وأحيانا يزيد مدا فيكون مقداره ما يتوضأ به يسع خمسة أمداد. وهذا الذي عملته عائشة رضي الله عنها لما سألها أبا سلمة وأخو عائشة أخو عائشة يعني هذا ذكر العلماء منهم من قال إنه أخوها لأمها أخ لها من أمها، والحافظ بن حجر رجح أنه أخ لها من الرضاعة، أنه أخ لها من الرضاعة، فأخوة رضاعة وليست أخوة نسب. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أرتهم شيئا من كيفية الاغتسال، أولا المقدار الذي يتوضأ به يغتسل به، وجعلت بينهم وبينها ستار، وجعلت تصب على رأسها وهم يرون ولا يرون يعني الأشياء الأخرى من جسدها، وإنما تريهم كيفية الاغتسال وصب الماء على الرأس وعلى الجسد، وإنما فعلت هذا معهم لقرابتهم منها. فأبو سلمة هي خالته من الرضاع، وهذا أخوها من أخوها، وقال الحافظ بن حجر أنه أخوها من الرضاع، فإذا هم محارم لها، يعني فعلت هذا معهم لكونهم من محارمها، فأرتهم ما يمكن اطلاع المحارم عليه، وكونهم يرى رأسها وجهها، ويعني والشيء الذي لا ينبغي أن يرى سترته عنهم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن هذا الفعل الذي فعلته يعني مع محارم ومع أقارب، يعني أرادت أن تبين لهم كيفية يعني إهراق الماء وصبه، وأنها وكذلك المقدار الذي يغتسل به وهو قدر الصاع أو نحو الصاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق